السلام عليكم أصدقائنا، اليوم جينا لكم فيديو جديد هو عبارة عن تحدي مكافأة عقاب لا شيء. أهلا وسهلا فيكم يا حلوين. اليوم هيكون التحدي مكافأة كمان تحدي الأطباق، طبق عقاب وطبق مكافأة وطبق لا شيء. نحن شو إيش؟ متحمسين ولا لا؟ متحمسين كثير. متحمسين؟ لنادى عقاب متحمسين بس عشان في مكافأة. زي ما كنا كبدة. كلكم هتتعاقبوا إن شاء الله. هلا نبدا التحدي، بس قبل ما نبدا التحدي لا تنسوا لايك وسبسكرايب وانشروا فيديوهاتنا عشان نزيد مشتركين، وحملة توصيل قناتنا ل خليها اول حاجه 60,000 مشترك. طيب 60,000 مشترك. يلا هلا نبدا الجوله الاولى. يلا هاتوا لي الاوراق عشان اثنيها ونشوف كل واحد ايش هيطلع له اليوم. يحيى بس المكافاه عشان تطلع له. ايش يحيى؟ بس المكافاه عشان تطلع له. احلامك. بدنا نشوف مين احسن حظ اليوم. انا الاول. انا الاول هختار. بس انا في لسه لما اجيب الطبق. يلا هلا الجوله الاولى. انا الاول. اول حاجه رهف. ماشي عادي. وبدي الثالثه. انا قلت الثالثه. ويحيى اللي تطلع مكافأة عشان تقيم زين. لا شيء. مكافأة 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 مكافأة. لا شيء. لا شيء. ها افتحها. ويحيى قلت لك انا الاول. قلت لك يحيى ايش؟ يلا يحيى هذيك المره رهف كانت الاول. انا مو متذكره. شوفي عقابك. اتفرج عليكم انا. وشوفي مكافاتك يا رهف. حلو بس ايش هذا؟ شوكولاته فيها توفي. يمي واو. عقابك واو. في الاحمر اسكى في فلاله من انا بحبه. يلا كل طلع بحبه. كلي مكافاتك. يلا يحيى معلقة كاملة. هذه مو معلقة، معلقة كاملة. هي الشوكولاتة شوفوا. وبس يحيى أكل عقابه ورهف كلي الشوكولاتة. يلا حطيها على جنب. هلا الجولة رقم 2. ليش هذا؟ ليش العقابات جاية؟ أنتم مو شايفين عن جد. ليش طق مي شهد؟ يلا هلا ناخذ الورقة. لا الجولة الثانية. ناخذ ورق. هي عقاب. انا الاول. وي مكافاه. دوري استنوا منا. خايفه كثير. ليش خايفه؟ خايفه يطلع لي عقاب. يلا اول حاجه اسماعيل، بعدين يحيى، وبعدين رهف. يلا عقاب. مكافاه مكافاه. رهف سلمتي يا رهف. بس هتزعلي، هتفرحي عشان ما طلعلك عقاب وهتزعلي عشان ما طلعلك مكافاه. يلا هذه المكافأة لونها أزرق والعقاب لونها أخضر. هذه العقاب؟ لا العقاب. يلا. أوف أوف قهوة. مش قهوة قصدي نسكافيه. أوه إيش هذا؟ قهوة. أبداً. صرتوا في عقابات هذه المرة مختلفة. زاد هذا؟ هذا مرة جربت أدوقه أنا. صغير جربت أدوقه مر مر. معلقة كاملة. يلا. زي كذا يعني. معلقة كاملة. هي معلقة صغيرة أصلاً. معلقة كاملة. أيوة. ماما. ماما. النسكافيه كله بشرب النسكافيه طبعاً ميكاب. يروح. بكون معلقة مبيض قهوة وسكر شوية سكر. لا هذا عقاب. يلا. ما افتحي لي يا بدي ما قص. افتحها كذا. زاهد محرمة. يلا أكلها. هذه بلع مو بلع تبلع. يلا. يلا. برضه بنصرخ برضه بنصرخ. ابلع ابلع. كيف العقاب؟ اصلا مش مية هو. ما توقع الطعم. ايش رايك بالعقاب؟ مسكين اسماعيل العقابات تبعته رهيبة. ابتكر مشكلة. لسه اللي بفتح فيه. خذي كيف العقاب يا مش حلو بالمرة من مرة. والله هذا حلو بعد كده هستخدمه. أول مرة أصلا تيجي فكرة القهوة براسي. هاتي الصحن. يلا هلا جملة رقم 5. 3. أنا ما بشرب. يلا ندعي لرهف إنه يطلع لها مكافأة. لا أنا أشرب. طلع لها مرة مكافأة وطلع لرونا. دعي لنا. طيب رهف عشان المرة اللي فاتت الفيديو تبعها مشي كده. طيب خلص. يلا هلا جولة رقم 3. هلا دور
اسماعيل اول شيء. لا ده يحيى. يحيى مين الازرق؟ تبقى كله ازرق من ايه؟ من ايه؟ يلا شهاب اسماعيل نشوف. لا شايف. مكافأة. أول مكافأة الأخضر والعقاب الأزرق. يا رب شيء لذيذ خالص. في الأسود أنا بعشق إيش اسمه؟ مش عارف إيش شو اسمه؟ يعني اللون الأزرق، يعني اخترت اللون الأزرق تاكله يا يحيى. إيش روح شوف كنت تبقى أزرق. يلا يا رب إيش رأيك بالعقاب؟ جزاك جدا. طبعا عقاب رهف فرجيهم فرجيهم. يا الله تقحقح. فلفل اسود معلقه كامله. هسه ما حكروه. كيف يعني كيف؟ معلقه. هيك؟ ايوه لا لا خففيها. ايش رهف شميها شميها رهف شميها. يلا كلها 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 كلها. لذيذ والله. رهف اشطر وحده بالعقابات بتعجبني. اشطر وحده. بلعتها بلعتي ولا اشتر واحد في المكافأة؟ بس اشتر واحد في المكافآت. بس اشتر واحد في اللاشيء. يلا هلا الجولة رقم 4. حسيت شو يا رب اسماعيل هو اللي يفوز. قولي يا رب يحيى عشان انا يحيى. يلا قص اسنانك عشان كلك ازرق. بسم الله. ما كنت بس تطلع ايه طلع وين؟ بدي اشوف وانا بقلب الاوراق هي معلمة ولا ايش؟ لا لا والله في مرة غشيت حطيت في مرة غشيت حطيت على على المكافأة شحطة عشان أشوف في مرة 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 واحدة. طيب يلا هلأ جولة رقم 4 ويدور رهف بالأول. أنا الثاني بدي الثالث. طيب يلا بسم الله. نقول مكافأة مكافأة أول مكافأة تطلع علي. عقاب عقاب يس يس. رهف جولتين عقاب. يلا اسمعي في عقابك. انا هذا والله ماني عارف. افتحوا مغمض. يلا يلا بدي لو بدي ايش افتحوا شوفوا. خذي بموت انا هذا. او ماي جاد ايش اسمه هذا؟ كثير بحبه اصلا عادي. انا ما بعرف انهم حلاوه ورهف بالفنجان كمان ني وني كمان. يلا بدي قطمه محترمه. ماما اصلا عادي. ماما ماما يا بقول لك اصلا عادي. يلا افتحها كل منها. اعطيني واحدة انا. والله انت بتموت عليها فكرة. انا ما بعرف طعمها. ايه ده بتحبيه انت. اجيلي يلا هذا رقم 4. خمسة خمسة. واخيرا مكافأة. وكأس كمان. مفيد مفيد البتنجان. رهف اخذها كل مضادها الحيوية. فيها كلها. انا والله بحبها شوي بتطوح. جلسة صدمة رهف. لا 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 بضحك عليك. قلت لهم كبيرة يعني شوفوا. هنا. هي كبيرة بضحك عليهم. قولي كمان لأمي. ايوه ايوه. يلا قولي. انا بحبوش هو مطبوخ. ها؟ انا بحبوش هو مشوي. بحبه سلطة. يا لا لا. يلا جولة رقم 5 يلا. 5. تفضلي. يلا انا صغيره. وانت بعد ما يجي. يلا نشوف. مكافاه مكافاه يس 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 مكافاه 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 مكافاه. هذا العقاب حلو. يلا هذا الاخضر مكافاه والعقاب الازرق. واو سهره سهره خلاص. ايش هذا سهره؟ ورجيهم العقاب. بدك مهروسه. ايش عقابك يا يحيى؟ ايش هذا؟ بربك ايش هذا؟ انت قول ايش هذا؟ هذا بصل عصير بصل. تمية بصل يا هبل. كل معلقة كاملة معلقة. يلا في عصير بصل؟ متعبة نفسك. حط زيت. متعبة نفسك ما شاء الله. والله زيت فيها؟ لا لا عصير بصل. عصرت بصلة معلقة كاملة. يلا ايش هذا؟ ورجيهم ورجيهم عادي بصل عادي بصل بس مفتفح. يلا لذيذ. بصل يا ماما بصل. بس عشان بصل جامد هذه الايام. مر خالص. مر. ايش المر اللي فيه؟ بصل بصل. مر 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 مر. قصدك حار حار حار. مر لا مر مر كثير.
احسن بختك. هذا عقاب محترم. بس انا والله اكافئ. يلا هلا جولة رقم 6 اخيرة. يلا اخيرة. لا جولتين 6 و7. يلا. الحمد لله مكافئ. ارتحت نفسيا وجسديا وقلبيا. ما جبت الشهادة مرخص دي. لا شيء. عقاب يا رب. عقاب انا مكافأة. 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 معلش يا رهف معلش. يا رب تلاقيني. لازم اعوضك يا رهف بعد الفيديو. يلا. لسه ان شاء الله لسه تعوضيه. ما ولا حاجة كسبت. فتفت كل عقبات اشهدها بهل. يلا افتح. يلا. افتحوا. لا بمكافأة. عقاب. عقاب. خلي رهف تفتحه بنفسها. راح اشوف في عقابك. ترى وصلنا بالشوكولاتة. ارفع يا اخي بتعرف الالوان شفتوا شفتها على طول عرفت انها ارفع انا شميت من الريحه يلا ما عليك ارفع محترمه اكثر شيء انا اكثر شيء بحبه في الحج الصحي تدرادن كيف وين تحن وين الميه جنبك خلاص مناديل مناديل خدي خدي لا ما تاخذيش خالص روحي اشربي الميه بسرعه بسرعه لا راح اشرب الميه كوبايه الميه فينها يلا بديش اشم ريحتك يلا هلا الجوله الاخيره يلا هلا حطيت هلا انا مكافاه وعقاب والجوله الاخيره يا رب رهف انا الاول انا الاول انت الاول لا مين اللي مره انا والله انا الاول والله طيب يلا رهف يلا يا لا شيء الحمد لله ورجيني مكافاه يس 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 مكافأة ورجينا انت يحيى تاني مرة لا شيء لا عقاب انت انا لا شيء يلا ورجينا مكافأتك يا رهف هذا واو كندر وانا بس طبقتي فلفل ومنتوس انت مشبعنا خالي ما شاء الله كندر ومنتوس استاهل الفلفل منتوس بالفراولة يلا كل يا يحيى ده افتح اخذ بس الهدية ان شاء الله الفلفل اللي ما بحرق كل الفلفل الثاني شوف لا حرقوا حرقوا يلا يا رب يكون بحرق بحرق هذه بتحرق كيف يا عقاب بتحرق يستاهل يا ناتي روح روح جيب شوية ميه انبسطت يا رهف؟ انبسطت كان هلا زلونا متابعينك يا رهف ما في وسط رهف ما في وسط رهف انتوا ما بعرف ايه خال خالته رهف هي هذه حظ ما تختلف انا ب... انا ب... ايش بيقولوا مش بيقولوا بيقولوا بتميزي اولادك عنها انا بميز اولادي عنك نفس قولوا ما تتسلسل ما تتسلسل زي كانها بنتي انا ما عندي بنات ورهف زي كانها بنتي بالضبط وين يحيى؟ يلا عشان خدتك الفيديو يا يحيى الله يشرب ميه شرب كل البرميل شرب كل البرميل ايش عملت انا؟ ايش عملت؟ مسكت ترمس الشاي اه طبعا الشاي بخفف الشاي بخفف البحرق رهف يلا كمان مره اصلا عادي دخليها جوا الخاتم عارفه يحيى كل يا ماما يحيى كل ما يطلع له عقاب يكره بقول لك اصلا عادي والله حسيت ملتفة الله يعينك يلا كيف العقاب يحيى؟ مش حلو حلو وكيف المكافأة يا رهف؟ حلوة كثير حلوة كثير وطبعا مكافآتكم كل واحد أخذ كم مكافأة؟ أنا كنت مكافأتين يحيى رهف مكافأتين وين المكافأة الثانية؟ هيها وجيب مكافأة واحدة جولة واحدة فزتي وراء وإسماعيل هاي بقايا وإسماعيل أصح أنت عندك مكافأة وأنا بحسب إنك أنت ما عندك يلا مو مشكلة وانت مكافأتين اثنين يعني لا في تو واحد اخذ ثلاثة يحيى هي يحيى طبعا يحيى احسن حظ اليوم وكذا بكون احنا ايش خلصنا فيديو اليوم لا تضغطونا لايك شير سبسكرايب ومع السلامة خليني الواكل اصلا عادي لاني ما اخذت اصلا عادي خذ اللي يجيب